فنانة كارول سميحة، أهلا وسهلا فيك عبر musicnation.me. أهلا وسهلا ميوزيك نيشن. كارول، حاضرين معك اليوم بحفل دعت له الجمعية لرعاية المعوقين، تحديدا السيدة رندا بري، واليوم عم تشارك النجمة العالمية إلين سيجارا، وكان جمعك أيضا عشا امبارح سوا مع إلين، فخبرينا اليوم قديه سعيدة بهذا الحفل بداية. والشي أنا كتير سعيدة لأنه هيدا عمل إنساني، وهالمؤسسة الخيرية أنا بشكر سيدة رندا بري على دعوتها لإلي. أنا حريصة أني كل سنة عن جد شارك بعمل أو عملين على القليل خيري، هذا الشيء أساسي ولازم كل فنان يفكر فيه. فكرة الجمعية فظيعة، فكرة أنه يعملوا مركز للناس اللي فقدوا بصرهم، فأنا أول ما طرحوا علي الفكرة دغري قلت لهم إيه وبرافو، وإن شاء الله يا رب بعد هالمؤسسة تكبر وتكون، وهذه الحفلة مع إلين سيجارا كمان، أنا هي مطربة بحبها كتير وبحب صوتها. مبارح تعشينا تعرفت عليها، شخصيتها كتير لذيذة وناعمة. بس لك أنا سعيدة بهالحفلة. أدي برأيك ممكن مشروع عمل ديو يجمعك بإلين سيجارا يوما ما؟ لا ممكن يعني ما فكرت بهذا الموضوع، بس ممكن أصواتنا تلبق لبعض لأنه هي فيد كمان بصوتها دفى وإحساس، وممكن ليش لا. تعاون جمعك مؤخرا مع شركة روتانا بأغنية تبث حصريا اليوم عبر أسير روتانا وتعود تجديدك، هالأغنية صورت أيضا على طريقة الفيديو كليب تحديدا بفرنسا، فخبرينا عن هذا العمل وليه روتانا برأيك كشركة إنتاج، ما أنك أيضا تملكين شركتك الخاصة لكارما اللي بتنتج لك كل أعمالك على مدى هذه السنوات. أنا أول شيء الإنسان بيقدر بشغله باجتهاده لوحده يوصل وينجح، وأنا هذا اللي وصلت له لوحدي، ما بقصد حدا يفهمني شو معناتها، ما في ناس عم بتساعدني، بس عم بحكي كشركة وكهيدا. بس إذا بدك بعدين مع الوقت كمان بعد تتطور وتضيف أشياء وتكبر أكتر، ما فيك تضلك لحالك، بده يكون في دايما تيم أكبر وناس أكتر حواليك تحضنك لتقدر بعد تتطور أكتر. فأنا حسيت بها الوقت من حياته بمسيرتي الفنية، إجا الوقت أنه عن جد يمكن أنه يكون في مشاركة مع حدا مع جهة تانية، طلعت لقيت أنه روتانا أكتر حدا، يمكن هذا الوقت المناسب، قبل أبدا يمكن ما كان وقت مناسب، هذا الوقت المناسب أنه يكون في تعاون سوا، ونحن بعد ما في شيء مش ماضيين شيء رسمي سوا. بس احنا سألنا ايضا أستاذ سالم الهندي مؤخرا، برأيك روتانا ستقدم الدعم اللي قدمت لك ميلودي كتوزيع بما انك ايضا تملكين شركتك الخاصة شركة الانتاج؟ بعتقد انه نحن اتفاقنا اوسع من اتفاقي مع ميلودي، كان مجرد اكتر شيء شاشة تلفزيونية بتعرض كليبات اكتر ما انه انتاج اغاني واكتر ما انه مشروع انتاجي يعني، فمختلفين كتير الديل من بعضهم. ميوزيك نيشن برافو على الانجازات اللي عم تعملوها، برافو على المستوى الحرفي تبعكم، وانا بدي اشكركم لمتابعه اخباري. ميرسي. Thank you.